عليكم مشاهدينا الكرام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. المملكة المغربية انخراط فعلي في صلب العمل العربي المشترك، تاريخ حافل من المبادرات لصالح قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتزام دائم بمبادئ وأهداف جامعة الدول العربية. إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء بالرباط سلات مارس خيرات، مورد بديل يدعم إجراءات الاقتصاد في الماء، مشروع رائد على الصعيدين الوطني والعالمي. الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر على مستوى جهات درعة فيلات، مشروع طموح يضمن استدامة الموارد الطبيعية وخلق نشاط فلاحي بديل لمواجهة التغيرات المناخية، والنموذج نسوقه من إقليم ورزازات. العدائون المغاربة يكتسحون المراتب الأولى للماراثون الدولي للدار البيضاء في دورته 13. مسار الماراثون لهذه السنة يراعي جانب التنافس الرياضي واكتشاف معالم العاصمة الاقتصادية. أهلا بكم. نستهل النشرة بالتذكير بالأنشطة الملكية التي ميزت الأسبوع الذي نودعه. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أجرى محادثات هاتفية مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث عاهل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما تفضل جلالة الملك بتعيين الأعضاء الأربعة الذين يخول القانون لجلالته حق تعيينهم ضمن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفضل أيضا بإعطاء موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم برسم الدورة الأولى من سنة 2022. وفية لالتزاماتها، متشبثة بمبادئها وفاعلة في محيطها، المملكة المغربية بحضور وازن على امتداد تاريخ القمم العربية، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها بهدف تطوير وتحصين العمل العربي، حضور ينهل من مكانة المغرب في العلاقات الدولية والتي تؤهله لقيادة المشاورات والتفاهمات وحشد الدعم دوليا وإقليميا في القضايا ذات الأولوية داخل الفضاء العربي تتقدمها القضية الفلسطينية. آخر نفق الاحتلال الطويل، وأقول من دون مبالغة أو رغبة في شحن الأجواء. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مراكش السيد إدريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد. أستاذ مساء الخير. مساء الخير. إذن بداية، حضور دائم ومشاركة بناء للمملكة المغربية في مسار تعزيز الوحدة العربية والدفاع كذلك عن قضاياها المصيرية. أسألكم، ما هي أبرز عناوين الانخراط الفاعل للمغرب في رأس الصف العربي ومواجهة مختلف التحديات؟ بداية، الانفتاح المغربي وكذلك حرصه على الاشتغال في إطار دائرته العربية له مرتكز دستوري الذي يؤكد طبعا على التضامن المغربي وعلى يعني الانخراط المغربي في تعزيز العلاقات مع المحيط العربي. وعندما نستحضر كذلك يعني منذ تأسيس جامعة الدول العربية مجموعة من المبادرات الهامة والقرارات الحاسمة التي كانت لها انعكاسات كبيرة فيما يتعلق بخدمة قضايا عربية وازنة، يعني كانت من قمم نظمت بالمغرب بكل من فاس والدار البيضاء والرباط. وهذا أعتقد يعني يعكس الحرص المغربي على لم الصف العربي يعني قولا وفعلا، بل حتى بعض المناسبات أو القمم العربية التي لم يحضرها أو لم يحضرها جلالة الملك يعني كانت مبررة بالأساس برؤية نقدية بناءة تعكس الحرص على إعطاء العمل العربي المشترك ديناميته وتفعيله وتجاوز بعض الإشكالات التي عرقلت العمل العربي المشترك وجعلت من بعض القمم يعني محطة للسجالات الفارغة والتي قللت من مخرجات هذه القمم. فلذلك أعتقد بأن المغرب انخرط بما تمليه عليه يعني مسؤوليته في إطار الدائرة العربية،
وكذلك وعيه بحجم الإشكالات التي تواجه المنطقة العربية من داخل هذا الإطار، والذي حاول كما قلت المغرب ساعيا إلى إصلاحه وإلى بلورة تصور يدعم العمل العربي المشترك الذي يمكنه أن ينعكس إيجابا على النظام الإقليمي العربي الذي مع الأسف يعني تأثر بشكل سلبي بفعل تدخلات أو تحرك بعض القوى الإقليمية بصورة يعني أثرت على هذا العمل، وكذلك يعني وجود بعض الإشكالات المرتبطة باختلالات يعني مرتبطة بنظام أو الميثاق ميثاق الجامعة أو بعض السلوكات التي تعرقل يعني حقيقة العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات البينية بين الدول العربية. طيب أستاذ، تحدثتم عن القضايا المصيرية للأمة العربية، دائما ما كانت القضية الفلسطينية ضمن أولويات وانشغالات المملكة المغربية على اعتبار مركزية هذه القضية بالنسبة للأمة العربية. ما هي أوجه انخراط المغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء على المستوى العربي أو الدولي؟ أولا، القضية الفلسطينية وكما يعلم الجميع بأنها يعني المغرب يعتبرها لا على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي هي قضية وطنية، وخدمة القضية الفلسطينية المغرب على ما أعتقد ومن خلال المؤشرات التي هي واضحة يعني لا يتبنى رؤية مرتبطة فقط بالقول وبالشعارات، ولكن خدمة القضية الفلسطينية والتي طبعا الفلسطينيون أنفسهم واعون بها، أن المغرب انخرط بصورة فعلية سواء من داخل لجنة القدس التي طبعا الكثير من القمم العربية التي ثمنت جهودها وأكدت على أهمية يعني هذه يعني اللجنة التي يرأسها صاحب الجلالة على مستوى محاربة كل أوجه تهويد محاولة تهويد القدس، وكذلك تقديم مجموعة من الخدمات الإنسانية والاجتماعية لساكنة القدس، ثم كذلك من خلال يعني الحرص المغربي على توظيف أو استثمار مجموعة من المحطات الدولية والمناسبات الدولية الوازنة سواء داخل الأمم المتحدة يعني الجمعية العامة ومجلس الأمن أو داخل الاتحاد الإفريقي أو غيرها من المناسبات بما فيها جامعة الدول العربية، يعني ظل المغرب يعني يدافع عن هذه القضية إيمانا منه أولا بعدالة هذه القضية وإيمانا منه كذلك بأهمية المرافعة بالإيجابية بشأن هذه القضية كما قلت بالفعل، وأكثر من ذلك بالإضافة طبعا إلى هذا العمل من داخل جامعة الدول العربية ومن داخل كذلك يعني لجنة القدس، المغرب في إطار علاقاته الثنائية مع الفلسطينيين طبعا حارس أولا على السعي للم الشمل، والدليل على ذلك يعني استضافة مختلف الفعاليات والفرقاء الفلسطينيين في إطار لملمة يعني أو محاولة يعني جمع الشمل كما قلت، وفي إطار كذلك العمل على الدفع بالوحدة الفلسطينية لكسب مجموعة من الرهانات، بالإضافة كذلك إلى تحمل المغرب لمسؤوليته في إطار الدعم الإنساني سواء إبان فترة الجائحة أو عندما تعرض الفلسطينيون لبعض لعدد من الاعتداءات يعني في خصوصا في قطاع غزة من قبل إسرائيل، حيث قام المغرب يعني بإنشاء مستشفى ميداني بغزة، وكانت هناك مجموعة من المساعدات التي تعكس كما قلت بالقول وبالفعل أن المغرب فعلا منخرط في دعم هذه القضية، بل أكثر من ذلك نلاحظ أن هذا الأمر ليس جديدا في السياسة الخارجية المغربية، هو امتداد وتراكم طبعا كلنا يستحضر القمم العربية التي انطلقت من المغرب والتي سعى فيها الراحل جلالة الملك الراحل الحسن الثاني أيضا بكل قوة فيما يتعلق بدعم هذه القضية وكذلك بالتحسيس بالمعاناة التي يلاقيها الفلسطينيون، فلذلك الأمر لا يتعلق كما قلت بعمل مناسباتي ولكنه هو عمل يعني يجد أساسه في توجه السياسة الخارجية المغربية الرسمية فيما يتعلق بخدمة هذه القضية، وكذلك التعاطف الشعبي المغربي الكبير إزاء هذه القضية التي يعتبرها قضية وطنية كما ذكرت. سيد إدريس القريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من مراكش. شكرا. تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر متواصل، النموذج نسوقه اليوم من إقليم ورزازات حيث زيارة تفقدية لعدد من المشاريع المهيكلة للفلاحة والتنمية القروية، والمتابعة لرشيد كن وياسين المعازي.
وحدة تتمين العسل بالجماعة الترابية لأيد زينب بإقليم ورزازات كانت المحطة الأولى في الجولة التفقدية. الوحدة تدخل في إطار تنمية سلسلة تربية النحل، إذ يتجاوز المستفيدون منها 1200 مربي، وتهدف إلى تحسين إنتاجية خلية النحل الواحدة من 7 إلى 15 كيلوغرام. التأسيس ديال الاتحاد أضاف بزاف الحوايج للمنطقة، خاصة في ما يخص قطاع تربية النحل، خاصة أن ملي كان الناس كانوا كيربيو بطريقة تقليدية، مؤخرا ولاو الناس توجهوا أنهم يربيو النحل ديالهم بطريقة العصرية لما له من فوائد، وخصوصا بالتواجد هذه الوحدة هذه اللي كتمكنهم من تثمين ديال المنتج ديالهم، وبالتالي تسويقها على الصعيد الوطني وحتى الدولي. الزيارة شكلت أيضا مناسبة للوقوف على برنامج فك العزلة بالعالم القروي، ثم مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية المبرمجة لسنتي 2022-2023، وأيضا حصيلة تنمية سلسلة التفاح بسبع جماعات ترابية. تمت معينة مرافق وحدة لتتمين وتخزين وتبريد وإنتاج عصير التفاح بجماعة لوت، وحدة يستفيد منها أكثر من 2800 فلاح، وتدخل في إطار فلسفة استراتيجية الجيل الأخضر الهادفة إلى تعزيز سلاسل الإنتاج وتتمينها. شفنا هذه الوحدة اللي عاد غادي تكملات وغادي تم التدشين ديالها ديال تثمين سلسلة ديال التفاح، واللي غادي تزيد واحد القيمة مضافة جد مهمة للمنتوج ديال التفاح اللي معروفة به هذه المنطقة. برامج مندمجة لا فيها الغرس لزيادة في المساحات، وكذلك تثمين ديال المنتوج من حيث غادي تزاد القيمة ديال البيع والمدخول ديال الفلاح. هادو مشاريع نموذجية واللي كتندرج في مشاريع اللي هي مندمجة ديال التنمية ديال الإقليم. مخطط الجيل الأخضر بإقليم ورزازات يهدف أيضا تجهيز 9000 هكتار إضافية بالسقي بالتنقيط، وتهيئة 150 كيلومتر من الري الصغير والمتوسط، وكلها معطيات تدخل في إطار فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية. إلى إقليم ميدلت، حيث زيارة تفقدية للوقوف على تقدم الأشغال بمشروع سد الحنك بالجماعة الترابية تنفيت، وفي برنامج أيضا لقاء تنسيقي وتأطيري يهم الموسم الشتوي. التفاصيل مع سكينة هاشمي وأحمد فاضلي. تحضير جيد واستباقي للموسم الشتوي القادم، موضوع اللقاء السنوي التنسيقي والتأطيري، لقاء يتمحور حول ضمان ديمومة وسلامة التنقل على مستوى الشبكة الطرقية ومواجهة الإكراهات التي تواجه حركة السير خاصة خلال فصل الشتاء. ننتظر من الله سبحانه وتعالى أن سيكون هنالك فصل فيه العديد من الأمطار والثلوج، وهذا يطلب طب تهيئ الوزارة بالنسبة للإمكانيات والآليات الضرورية والموارد البشرية الأساسية. تم التطرق لمجموع الاستعدادات التي تباشرها الوزارة من خلال مجموع المديريات الإقليمية لجهاز الماء على مستوى الأقاليم المعنية بالتساقطات الثلجية لضمان انسيابية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطريق على مستوى هذه المحاور الطرقية. الاستعدادات شملت أيضا الوقوف على مدى تقدم أشغال بناء سد الحنك، منشأة مائية ستساهم في إنعاش الفرشة المائية بإقليم ميدلت والنواحي. هذه فرصة باش نشوفوا السد ديال الحنك اللي هو عنده واحد الأهمية قصوى، لأن أولا يدخلوا في إطار التوجيهات الملكية الهادفة إلى بناء السدود الصغرى والتلية اللي عندها واحد الوقع إيجابي جدا بالنسبة للفلاحة وبالنسبة للماشية والري. سد الحنك هو من السدود الصغرى المتوسطة اللي تم الإنجاز ديالو بإقليم ميدلت بالضبط بجماعة تنفيت. سيمكن من تخزين 3.4 مليون متر مكعب. هذا الحجم هذا سيمكن من سقي 1000 هكتار تقريبا في سفيلة السد. الأشغال من المنتظر تنتهي به في متم السنة الجارية بإذن الله. فلاحو المنطقة يستبشرون خيرا ببناء السد، منشأة ستساعدهم على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الري وزيادة مداخيلهم. ملي كطاح الثلج ولا الشتا كيمشي الماء على الخلا، ملي دار السد غادي نسقي الشجرة والكتيبة وكل من الحجر. الحمد لله واش كنا قبل ما يكون هذا السد هذا كان عانيو بالفيضان، كيدير لنا الكسيبه كيدير لنا الغله ديالنا، ودابا ملي كان هذا السد ان شاء الله باذن الله الامور تكون زوينه.
بحقينة تبلغ 3.4 ملايين متر مكعب وميزانية تقدر ب 35.58 مليون درهم، سيمكن سد الحنك من تعزيز وتقوية القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على الفلاحة، خاصة زراعة التفاح. واللحظة نغوص في عالم البيئة واقعها وتحدياتها، كل ذلك من خلال عيننا على البيئة. هدى مسهل. هدى مساء الخير. مساء الخير رضا. ما العنوان الأبرز اليوم؟ عنوان الأبرز لهذا العدد الخاص من عين على البيئة هو مشروع سقي المساحة الخضراء بالمياه العادمة المعالجة كمشروع رائد بمدينة الرباط، له خصوصيته. أهلا بك رضا. إذن هو مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحة الخضراء بالرباط سلات مارس خيرات، هو مشروع رائد على صعيد المملكة يجعل الرباط تصطف إلى جانب مدن كبرى عالمية في هذا المجال، بناء على ما حققه من نتائج كمورد بديل يدعم إجراءات الاقتصاد في الماء في ظل وضعية الإجهاد المائي التي يشهدها المغرب. خصوصية هذه التجربة نعرضها في التقرير التالي لزكية بالقاس. هي حاضرة نموذجية للمدن الخضراء الرباط، بمساحتها ومجالاتها الخضراء استطاعت مضاعفة المعدل العالمي للفضاءات الخضراء لكل فرد. وضمان استدامة الطابع الأخضر للمدينة وتنميته تطلب عقلانة استعمال مياه السقي، ما جعل هذا التوجه في صلب الاهتمام من خلال شبكات توزيع المياه العادمة المعالجة على مستوى الرباط سلات مارة وصخيرات. مشروع رائد على صعيد المملكة بمعايير عالمية مكن الرباط من سقي مساحات الخضراء من الحدائق والمنتزهات ومسالك التنزه والغولف بنسبة تناهز 100%. وأمام وضع الإجهاد المائي الذي يعيشه المغرب، يعد هذا التوجه حاسما يتطلب المضي قدما في تطويره وتوسيع استخدامه وفقا للمبادئ التوجيهية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية. مبادئ ترتكز على توظيف البدائل غير التقليدية المستدامة لمواجهة أزمة المياه. استعمال المياه غير التقليدية في سقي المساحات الخضراء بالرباط مكن من خفض الاستهلاك الإجمالي لمياه الشرب إلى 10.8%، أي بتوفير ما قدره 4.1 مليون متر مكعب من المياه. أبعاد استدامة المشروع ساهمت أيضا في تقليص تدفقات التلوث المتبقية التي يتم تصريفها في البيئة ورفع المعايير البيئية لمخططات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة أو المخطط لها، مع تكريس مبادئ التنمية المستدامة بالمنطقة. ويعمل هذا المشروع وفق نظام إعادة استخدام بشبكة يقدر طولها ب 310 كيلومترات، مدعومة بست محطات معالجة تبلغ سعتها الإجمالية 56 ألف متر مكعب يوميا. وحاليا تعمل الشبكة بطول 190 كيلومتر بنسبة إنتاج يومي تبلغ 36 ألف متر مكعب. ويكرس هذا المشروع مبادئ الاستدامة التي أضحت انشغالا عالميا في ظل انعكاسات التغير المناخي المتواترة. ولتسليط الضوء على أهمية هذه التجربة وأبعادها في مجال الاستدامة، ينضم إلينا من مدينة طنجة السيد سعيد شكري، الخبير والمستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية. أهلا بك سيد شكري. مساء الخير الأستاذة هدى، ومساء الخير من خلالك جميع المشاهدات والمشاهدين. مرحبا بك. إذن سقي المساحات الخضراء بالرباط سلات مارة وصخيرات هو مشروع ضخم حقق أرقاما مهمة من حيث مجال التغطية والمردودية في اقتصاد الماء، ما أهميته اليوم في ظل ما تفرضه وضعية نقص الموارد المائية التي نعيشها وأيضا المنهجية الملائمة لتدبير هذه الموارد؟ أولا خليني أهنئ الجهة وأيضا أهنئ المغرب بهذا المشروع، لا سيما وأنا نعلم بأن إشكالية خاصة معالجة المياه بقات إلى مدة طويلة من بين الإشكاليات التي تؤرق خاصة المدبرين لهذا المجال. اليوم بهذه المبادرة ربما، وخاصة أننا كنا
من قبل نستعمل المياه الصالحة للشرب من أجل سقي مثل هذه المساحات. والشيء اللي كان كيثير استياء خاصة المواطنين والمواطنات وأيضا المجتمع المدني اللي كيهتم بهذه القضايا هذه، بالإضافة إلى التكلفة، وانتم ذكرتوا أن على الأقل 10% غتنخفض نسبة التكلفة ديال المياه الصالحة للشرب. نعلم أن أيضا الميزانية التي تخصص من طرف الجماعات وأيضا من بين الإشكالات الأخرى. لكن أيضا النقطة المهمة الأخرى وهي كانت أيضا في تجنب تلوث بعض الأوساط، لعل الساحل هو من بين الأوساط اللي على مستوى جهة الرباط القنيطرة كانت من بين الإشكالات الكبرى، ونعلم بأن الجهة اليوم في إطار المخطط المديري الجهوي للساحل تحتاج مثل هذه المبادرات لدعم فعلا هذه المخططات. لكن أنا أعتقد النقطة المهمة جدا هو اليوم محتاجين، وخاصة كمواطنات ومواطنين، محتاجين باش تكون عندنا هذه القدوة التي أمر بها صاحب الجلالة في الخطاب ديالو الأخير أمام البرلمان، وأيضا ما يسمى بمثالية الدولة، لأن لا يمكن أن نطلب وخاصة من الجهات الأخرى أن تقوم بهذا التدبير ومعالجة هذه المياه إذا لم تكن هناك مثالية الدولة. اليوم ربما جميع الشروط وجميع النقاط الأساسية اليوم هي برزات، لعل وانتم ذكرتوها أيضا في التقرير ديالكم، الإكراهات ديال التغيرات المناخية تحتاج من مثل هذه المبادرات. صاحب الجلالة عندما تكلم يجب أن تكون مبادرات مبتكرة، ربما هذه نوع من المبادرات اللي غادي تجنب المغرب أولا هذه الإشكاليات، ولكن سيستفيد منها المواطن والمواطنات بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنها في نهاية المطاف هي تؤثر على الجانب الاقتصادي، تؤثر على الجانب البيئي، ولكن تؤثر بالخصوص على الجانب الاجتماعي. نعم، إذن هي مبادرة تستحق يعني الاحتداء بها. السيد شكري تفضل بالبقاء معنا، سنواصل حديثنا بعد أن نتابع نموذج من الفضاءات الخضراء التي تسقى بهذا المورد البديل. منتزه الحسنة الثاني بالرباط فضاء أخضر مثالي للتنزه والتأمل وممارسة بعض الأنشطة الرياضية، يتميز بتنوع الغطاء النباتي على مساحة تقدر ب 300 هكتار. ولضمان استمرارية وجاذبية المكان تم اللجوء إلى سقي فضاءاته باستعمال المياه العادمة المعالجة، خطوة تدبيرية ترم الحفاظ على الماء الصالح للشرب في ظل الظرفية الحالية المتسمة بندرة المياه. عبيل الملوكي وحمزة السايح. منتزه الحسن الثاني فضاء أخضر يزين العاصمة، هو وجهة عاشقي الطبيعة والخضرة والسكينة. سر هذا الإخضرار الدائم مياه عادمة تمت معالجتها لاستعمالها في مجالات الري، خيار حيوي لمواجهة تحديات الإجهاد المائي ببلادنا. كنجيو بحال هاد المنتزهات هادو يعني المتنفس الوحيد ديالنا حنايا بالنسبة للمواطنين، يعني بنادم كيكون بريسي ديال لابريسيون ديال الخدمه، وكيستغل بنادم ديك الوقت ديال الويكاند كيجي كيدور كيخرج وليداته. انا كنتصور جوج الامور، كما كانش هذه المياه العادمه اللي عاودوا المعالجه ديالها كي غيكون الحال ديال هذا الفضاء، اكيد غيكون هاد الاشجار كلها غتكون انتهت يبسات، وبالطبع ما يبقاش حتى السكان ديال مدينة الرباط ولا خارج مدينة الرباط ما يبقاوش فين يمكن لهم يستمتعوا بواحد الجو نقي. بالنسبة للمنتزه الحسن الثاني اللي المساحة ديالو تتراوح 32 هكتار، فعملية السقي تتم بواسطة المياه العادمة المعالجة. هذه الخاصية تتمكننا من الحفاظ على الموارد المائية، تجاوبا مع الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، وكذلك في إطار ندرة المياه التي تعرفها المملكة خاصة في السنوات الأخيرة. اعتماد منتزه الحسن الثاني على المياه غير التقليدية خطوة تندرج في إطار مشروع ضخم يهدف إلى إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف وكذا التجمعات الحضرية للرباط سلات مرا وصخيرات. 94% ديال المساحات الخضراء حاليا تيتسقى بالمياه العادمة المعالجة، والهدف ديالنا عما قريب ان شاء الله في الايام القادمة هو الوصول الى واحد الهدف ديال 100% من المساحات الخضراء مسقية بالمياه العادمة المعالجة. وهذا المشروع غادي يخص ايضا الملاعب الرياضية،
بالإضافة إلى إنشاء ديبوش داغوزاج للناس اللي عادي يديروا لافاج ديال السيارات إن شاء الله عما قريب عادي نشوفوهم في مدينة الرباط. يأتي تطوير منتزه الحسن الثاني لتعزيز نفوذ مدينة الرباط كمدينة خضراء، فبفضل تأهيل الحدائق وتثمين المنتزهات وصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء في العاصمة إلى 75 متر مربع داخل المجال الحضري، في الوقت الذي حددت فيه استفادة المواطن الواحد من الفضاءة الخضراء وفق المعايير الدولية في 20 متر مربع. ونواصل حديثنا معك السيد شكري. هذا المشروع المنتظر أن يتوسع ليشمل مدن أخرى للجهة، ما الإضافة التي سيقدمها كتجربة مهمة في تكريس هذا التوجه بمختلف جهات المملكة باعتباره توجها حاسما في الحفاظ على الموارد المائية وتقليص نسب التلوث وأيضا رفع المعايير البيئية؟ أولا يجب أن نذكر أن مجموعة من الجهات بدأت وصارت في نحو هذا الاتجاه، وهذا شيء إيجابي جدا، لأن كما قلت لك بأن إشكالية معالجة المياه بقات بالنسبة للمغرب إشكالية كبرى. ربما في التقرير ديالكم وخاصة في التقرير ذكر واحد نقطة مهمة جدا، وهي مساحة الفرد، مساحة المخصصة للفرد وخاصة صحيا باش يكون عنده واحد نسبة ديال المساحة الخضراء. صحيح أنه كاين 20 متر مربع لكل مواطن ومواطنات، ولكن ملي كنشوفوا الجهات ديالنا كنلقاو بانه احيانا ما كتوصلش حتى متر مربع او لا جوج متر مربع مخصصه للفرد. اذا بهذه الوسيله على الاقل سنضمن ان نسبه المساحات الخضراء للمواطنين غادا تزاد. وملي كنقولوا نسبه المساحه الخضراء كنفكروا في شيء مهم جدا، هو اننا كنعرفوا المتنفس وخاصه الناس اليوم ونظام العيش وايضا داك السكن الاجتماعي وشويه الضيق اللي كيكون في بعض المنازل، الملاذ الوحيد اللي كيبقى للساكنه هو انها تتوجه نحو هذا الاتجاه ديال المساحات الخضراء. هذا البعد الاجتماعي مهم جدا، وربما كنعرفوا ان تلك المساحات الخضراء بعض المرات كتكون فرص لتداول بعض القضايا وايضا ترويج عن النفس. لكن خليني نقول لك واحد النقطه مهمه جدا ايضا فيما يخص هذا البعد اللي من اجل فعلا اعطاء صوره حقيقيه يعني المغرب على الخارج، لان ملي كنقولوا مساحات خضراء ملي كنشوفوا الرباط او كنشوفوا بعض المدن بحال طنجه او كنشوفوا بعض المدن الاخرى اللي بدات فيها المساحات الخضراء، هذا نوع من التسويق وخاصه الجانب السياحي، لان على الاقل غادي نقولوا بان مدننا عندها هذه الفضاءات الخضراء وتكون عندها جاذبيه كبيره جدا وتلعب الدور الاقتصادي اللي كنطمحوا له. اذا ما نساوش بان الجانب الاستثمار في الجانب البيئي هو ايضا مهم بالنسبه للجانب الاقتصادي. لكن خليني نقول لك واحد المسألة مهمة، هو أنه لا يمكن أن نسير في هذا التوجه ترشيد الماء إذا لم تكن هناك أيضا استعمالات حتى في هذه المياه المعالجة. أنا أعتقد الاستعمالات القديمة وخاصة السقي في أوقات الحرارة وفي أوقات غير يعني معقولة، ربما هذه يجب إعادة النظر فيها. أيضا يجب انخراط الجهات الأخرى، مثلا كنعرفوا الجانب الاقتصادي وبزاف ديال المؤسسات الاقتصادية وأيضا بزاف ديال يعني الشركات يجب أن تسير في هذا التوجه لدعم هذه النقط هذه. من هذا الشيء هذا كله راه المواطن غادي يكون مباشرة منخرط، وغتكون حتى الجهات المنتخبة وخاصة الجماعات والجهات غتمشي في هذا التوجه. اليوم نعم محتاجين مدن خضراء، نعم محتاجين في إطار أهداف الجميع لتكريس هذا التوجه. السيد سعيد شكري الخبير والمستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، شكرا جزيلا على هذه إضاءة، كنت معنا من مدينة طنجة. إذن رضا، هو توجه يضمن الاستدامة، والاستدامة اليوم ضرورية في ظل التغيرات المناخية المتواترة. أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام. شكرا لك، هدى، ونلقاك في موعد آخر ومعطيات أخرى جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. هبات ملكية لشرفاء عدد من الزوايا بمختلف جهات المملكة بمناسبة الذكرى 24 لوفاة جلالة المغفور الحسن الثاني طيب الله ثراه. التفاصيل مع رضا عمو وعبد الأشهب. بمناسبة الذكرى 24 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، تسلم المكلف بزاوية سيدي عياد بترودانت هبة ملكية وسط حفل ديني طابعته أجواء من السكينة والخشوع وبتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.
هو كلما تجددت ذكرى وفاة مولانا الحسن الثاني رحمه الله إلا وتتجدد معها روح الوفاء، وصاحب ذلك الدعوات التوجهات الصادقة من المنتسبين الطريقة التيجانية وغيرهم من أطياف مكونات التربية الروحية في المملكة الشريفة. وبمقر زاوية سيدي بوعراقية بطنجة تسلم المكلف بالزاوية هبة ملكية في جو مليء بالأذكار والابتهالات الدينية وبتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع مغفرته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما. تسلموا من سيد رئيس اللجنة الملكية، وبعد إذن نقوم بتوزيعها على حملة القرآن والمسمعون طلاب القرآن حملة القرآن والإخوان اللي كيجون مرافقين حملة القرآن المسمعون. هبة ملكية لفائدة الزاوية الحراقية بتطوان تسلمها المكلف بالزاوية وسط جو من الخشوع والتقوى، حيث رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. امتنان عميق وشكر للرعاية المتواصلة التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للحقل الديني، حيث تسلم المكلف بضريح الولي الصالح سيد عبد السلام بن يعقوب بإفران الهبة الملكية وسط ابتهالات دينية تذكر بالسنن الحميدة للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ورفع الحاضرون أكف الضرع إلى الباري تعالى بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما. ووسط حفل ديني تسلم المكلف بضريح مولى عبد الله الشريف بوزان الهبة الملكية، حيث رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع مغفرته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما، مع تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. وبشفشاو تسلم المشرف على زاوية مولى علي شقور الهبة الملكية وسط أجواء مليئة بالأذكار والابتهالات، فيما رفعت أكف الضراعة بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين، وأن يطيل عمر جلالته وأن يسدد خطاه ما له بالتوفيق خدمة لتقدم وازدهار المملكة، وبأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. يوم دراسي بالرباط نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب تناول موضوع مشروع قانون المالي 2023 تدبير الأزمات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. رضا عما وأمين شرقاوي. مركز الامتحان بأكادير صبيحة هذا اليوم 3592 مترشحا ومترشحة يجتازون المباراة الكتابية للملحقين القضائيين، منهم 3442 متخصصين في القانون الخاص والشريعة و150 تخصص قانون عام. المباراة أجريت بثلاث مراكز الامتحان، هي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمركب الجامعي الجديد وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. الأمور مرت هادئة منظمة ونظيفة، وهذا مسألة إيجابية جدا ستساعد في منح نوع من المساواة في الاجتزاء الامتحان، ونتمنى أن تنتهي الأمور إلى نتائج أفضل للجميع، لأنه نحن مقبلون على دورة امتحانية أخرى فيها حوالي 300 منصب شغل فيما يخص الولجة القضاء، ثم كذلك امتحان المحاماة اللي غادي يكون في بداية شهر ديسمبر.
وبلغت عدد مراكز الامتحان التي أجريت فيها هذه المباراة على المستوى الوطني حوالي 22 مركزا تشرف عليهم حوالي 40 لجنة. كل ذلك كي نضمن أن الشروط التي تتمر فيها هذه المباراة تسودها المساواة بين كافة المترشحين والمترشحات. أيضا السيد الوزير اطلع هذا الصباح على الإجراءات التي تم اتخاذها لتمر هذه المباراة في أحسن الظروف. وجرت المباراة الكتابية للملحقين القضائيين على الصعيد الوطني بعدد من الكليات ومراكز الامتحان بمختلف جهات المملكة، حيث همت حوالي 38,725 مترشحا ومترشحة، منهم 36,110 تخصص القانون الخاص والشريعة و2615 تخصص القانون العام. كان هذا موضوع اختبارات الانتقاء الأول لمباراة توظيف الملحقين القضائيين بأجادير واللحظة. ننتقل إلى يوم دراسي بالرباط نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، تناول موضوع مشروع قانون المالية 2023، تدبير الأزمات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. رضا عامة وأمين شرقاوي. يوم دراسي لفرق الأغلبية البرلمانية حول مشروع قانون المالية 2023، لقاء ركزت من خلاله فرق الأغلبية على أن المسألة الاجتماعية تعد أولوية وطنية ثابتة في البرنامج الحكومي وحاضرة بقوة في مشروع قانون المالية 2023، لقاء تم خلاله أيضا تسليط الضوء على كيفية تدبير الأزمات والوقوف على طريقة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية. كل يجمع على أن هذا المشروع ديال القانون المالية هو مشروع جريء. أولا جاء باش يدبر الأزمة الغير المسبوقة اللي كيعرفها العالم، والمغرب حتى هو من ضمن الدول اللي كتعاني من هذه المشاكل. جاء كذلك لتنزيل الأوراش ديال الدولة الاجتماعية اللي كان التعاقد ما بين الحكومة والشعب المغربي. ومن بين أبرز النقاط التي ركز عليها المشاركون التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لها، بما فيها أساساً قطاع الصحة من أجل مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. والاتحاد الدستوري يعقد مجلسه الوطني في الدار البيضاء، وفي جدول أعماله انتخاب أعضاء المكتب السياسي والتصويت على النظام الداخلي المعدل. وشعب عماري وأحمد حمري. جلالة ملك المغرب. أشغال الاجتماع المفتوح للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري تميزت بطرح مشروع التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، وكذا المصادقة على أعضاء المكتب السياسي الذي سيقود الحزب خلال المرحلة المقبلة، تكريسا لشعار المؤتمر الوطني السادس للحزب. انطلقنا أولا في بداية الجلسة هو أنه نجد سعادة ونفتخر بالرسالة الملكية التي وصلنا بها كأمين عام للحزب. خلال هذا الاجتماع كانت تبقى الدورة مفتوحة على أساس أنه نخليه المناضلين باش يوجدوا التعديلات اللي يمكن تدار على حساب القانون الداخلي. اليوم احنا بصدد القراءة ديالها والمصادقة عليها. ثم من بعد في البرنامج ديالنا فكاين المصادقة على المكتب السياسي الذي يخول القانون أنني أقدم اللائحة قانون أساسي ديالنا، أقدم اللائحة للمجلس الوطني للمصادقة عليه. كما عبر المتدخلون عن تشبتهم بمبادئ الحزب ودعمهم اللامشروط لمختلف القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية أقاليمنا الجنوبية. وفي ختام هذا اللقاء رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أمس أكدت سفارة المملكة المغربية بسيول عدم وجود أي مواطن مغربي ضمن ضحايا حادث التدافع المأساوي الذي شهدته العاصمة الكورية الجنوبية يوم السبت خلال احتفالات هالوين، حادث بلغت حصيلته 153 قتيلا وعشرات المصابين بسبب احتشاد آلاف الأشخاص في شوارع ضيقة. وقد تعهد رئيس الكورية الجنوبي بإجراء تحقيق معمق لتحديد أسباب الفاجعة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه البالغ حيال وقف صادرات الحبوب الأوكرانية بحرا بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق يسمح بمغادرة هذه الشحنات الحيوية، والسبب حسب موسكو هجوم مكثف استهدف سفنها. زكي أبو القاس.
حركة نقل الحبوب بالبحر الأبيض المتوسط توقفت بعد تعليق روسيا العمل باتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. الرئيس الأوكراني اعتبر القرار الروسي تهديدا جديدا بالمجاعة. كيف يمكن لروسيا أن تكون من بين مجموعة الدول العشرين إذا كانت تعمل على خلق المجاعة في العديد من القارات بشكل متعمد؟ وأعلنت روسيا أمس تعليق الاتفاق بسبب هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفنا تابعة لأسطولها. الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف القرار الروسي بالمشين، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع. من جهته دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل موسكو إلى التراجع عن هذا القرار. للإشارة أتاح اتفاق الحبوب الذي أبرم في يوليو الماضي تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، وكان من المفترض أن يجدد هذا الاتفاق في 19 من نوفمبر. حوالي 157 مليون برازيلي كانوا اليوم مدعوين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والاختيار بين الرئيس الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واليميني جاير بولسونارو، وكذلك حكام 12 ولاية. إلى إقليم دريوش، حيث تتواصل عملية فك العزلة وفتح المسالك الطرقية بعدد من الجماعات الترابية، عملية تنهي فصولا من معاناة تكبدتها الساكنة في تنقلاتها اليومية. محمد بلاوي وأرشد العتابي. 15 كيلومترا من المسالك الطرقية يتم إنجازها هنا بالجماعات الترابية بودينار بإقليم دريوش. إنجاز هذه المسالك يأتي في إطار تنفيذ برنامج مجلس جهة الشرق والرامي إلى فك العزلة عن ساكنة العالم القروي وتسهيل عملية تنقلهم. الطريق هذه كانت خايبة في الحقيقة، كانت خايبة شحال هذه، وتعاوننا في الحقيقة مع جماعة ومجلس إقليمي لنا فيها المجهود، ولكن ذاك المجهود ما كافيش، درنا المجهود حتى فين وصلنا، وداك الشيء اللي بقى كنا كنستناو هذا المشروع هذا نتاع الجهة. دابا الحمد لله جا، احنا نكملوا مع الجهة. تم الى حدود اليوم فتح وتهيئة 4500 كيلومتر من المسالك الطرقية. اليوم الحمد لله اليوم كنتواجدوا بجماعة الدريوش، بالضبط بجماعة بودينار اللي تم فتحه الى حدود الساعة الان تقريبا 15 كيلومتر، ليصبح مجموع المسالك المفتوحة والمهيئة باقليم الدريوش تقريبا 500 كيلومتر. هذه الأشغال المتواصلة بجامعة بودينار تركت الأثر الإيجابي في نفوس الساكنة ومستعملي الطرق، خاصة وأنها تهدف تخفيف المعاناة عليهم وتسهيل قضاء أغراضهم عكس ما كانوا عليه في السابق. قبل ما تصور الطريق يعني كيكون انقطاع تام، خصوصا فصل الشتاء بالنسبة للتلاميذ، يعني المؤسسة راه بعيدة ثانوية إعدادية بودينار. أما الآن يعني بهذا الالتفاتة ديال الجهة ديال فك العزلة إن شاء الله حنا كنستبشروا خيرا. حنا كنعانيو على المستوى الطريق، ما كنجبروش الخدامة من غادي يدوزوا الخدمة ديالهم، وعاود ثاني المرضى وخصوصا النساء الحوامل كنجبروا واحد صعوبة كبيرة باش ينتقلوا المستشفى، وكذلك عاود التلاميذ ما كنجبروش من غادي يدوزوا. الناس غتستبشر خيرا، والطريق هذه غتحل عليهم واحد جزء كبير من المعاناة اللي كيعانيو منها، ويمكن ليهم ماشي يتواصلوا ولا يلتحقوا بالمراكز القرويه ولا المدن المجاوره ولا المنطقه، يعني اي واحد يعني شي غير يقدر يخطف من هنا الفوق ان شاء الله. مجهودات مجلس جهة الشرق في إطار تنفيذ برنامج فك العزلة عن ساكنة العالم القروي وتقليص الفوارق المجرية توجت بإنجاز أزيد من 4500 كيلومتر من الطرقات عبر مختلف الجماعات الترابية بجهة الشرق. واللحظة إطلالتنا الأسبوعية على الشأن الرياضي والجديد نتابعه معك خالد شخمان. خالد مساء الخير. مساء الخير رضا، ماذا تقترح علينا اليوم؟ أخبار رياضية متنوعة رضا، نبدأها
بالبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. اليوم جرت آخر مواجهة عن الجولة السابعة جمع شباب المحمدية والمغرب التطواني وانتهت لصالح الشباب بأربعة أهداف لثلاثة. بدأ التهديف محمد سعود لصالح المغرب التطواني بضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ثم الهدف الثاني عبر يوسف الهواري فريق شباب المحمدية. قلص النتيجة في الدقة 22 بهدف جميل للمهاجم أسامة المليوي. عادل النتيجة في الجولة الثانية شباب محمدية بهدف جميل آخر للعبد الرزاق ناقوس، ليأتي الهدف الثالث لشباب المحمدية عبر مسجلي الهدف الثاني أسامة المليوي. هدف التعادل المغرب التطواني جاء بليران صادقة قبل أن يعيد التفوق لشباب المحمدية عبد الرزاق ناقوس الذي سجل الهدف الرابع، لتنتهي المباراة لصالح شباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء عاش هذه السنة دورته 13. مسار الماراثون حدد بعناية من أجل تمكين العدائين من اكتشاف الوجه الجديد لمدينة الدار البيضاء. العدائون المغاربة اكتسحوا المراتب الأولى للماراثون. سعيد أنيس ومصطفى ودا. بعد توقف بسبب كوفيد، النشاط الرياضي بالدار البيضاء يعود للواجهة، والدورة 13 عرفت مشاركة أزيد من 4000 عداء يمثلون 30 دولة. محطة هذه السنة نظمت للتعريف بالهوية الجديدة للعاصمة الاقتصادي والتعريف بالخصائص المعمارية والثقافية والرياضية. منذ انطلاق الماراثون تكونت كوكبة تشكلت في معظمها من عدائين مغاربة وكينيين وإثيوبيين، وفي مقدمتهم سمير جوهر، منتصر زغوي، مصطفى الهدادي، لوكارتشين، كيروت وغاتسايف. لكن ظهر استعداد العدائين المغاربة للفوز بهذه الدورة منذ البداية، حيث انسل البطل سمير جوهر لوحده منذ الكيلومتر 25 من كوكبة المقدمة ليسير وحيدا دون منافس في اتجاه خط الوصول بالمركب الرياضي محمد الخامس، قاطع مسافة 41 كيلومترا 195 في توقيت قدره ساعتين 12 دقيقة و 27 ثانية. متبوع مصطفى الهدادي في الصف الثاني، الصف الثالث احتله مصطفى شيداشي. الدورة 13 للماراثون الدولي للدار البيضاء تتويج مغربي 100% لثلاث عدائين على صعيد الرجال. الحمد لله فوز كان جميل بكوني أنا ولد مدينة الدار البيضاء وأول عداء تفوز ماراثون الدار البيضاء. كان المدار صعب جدا، صعب من أصعب المدارات اللي في العالم تقريبا، وحاولت أنني نسير الإيقاع وفي الأخير فرت إيقاع ديال 3 في الكيلو والحمد لله فزت بالماراثون. ما كانش الأرنب اللي يمكن يمشينا يعني في نصف الماراثون الأول أو 30 كيلومتر الأولى تمشي سريعة. حاولنا ناخذ المبادرة في الأمطار الأخيرة والحمد لله أنا فخور بهذه المرتبة هذه. أما على صعيد السيدات فازت الكينيا أوميانغي جين، الصف الثاني عاد للمغربية بوعسرية كلتوم، الصف الثالث عاد للكينيا تسانغ تشالنجر. اليوم مدينة الدار البيضاء خصها تكون فخورة بهذا الماراثون هذا اللي كنعتبره هو الملتقى الرياضي الأول لمدينة الدار البيضاء اللي تستحق كل خير. مدينة الدار البيضاء أعادت النشاط الرياضي إلى الواجهة بالماراثون الدولي في نسخته 13 في انتظار أن يحطم الرقم القياسي للدورة لتسويق معالم الدار البيضاء عالميا. واليوم بمدينة طنجة جرت لأول مرة بالمغرب منافسات سباقة القوة أيرون مان، وهي سباقة ترياتلون شارك فيها أبطال من مختلف دول العالم، كما عرفت مشاركة متميزة للأبطال المغاربة. قائمة بالعشي وسعيد نجح. مدينة طنجة التي تزخر بموروث تاريخي وحضاري عاشت هذا اليوم الحدث، والحدث احتضانها للنسخة الأولى لمسابقة الرجل الحديدي أيرومان من أبرز سباقات الترياتلون بمشاركة عدد كبير من الأسماء العالمية. أول حاجة هذا السباق هذا أيرون مان، الناس اللي ما كتعرفش أيرون مان، وهو سباق فيه ثلاث مراحل ديال السباقات، فيه 1900 متر ديال السباحة، وفيه 90 كيلومتر ديال الدراجة الهوائية، وفيه 21 كيلومتر ديال الجري.
للمرة الثانية يحظى المغرب باحتضان مسابقات الرجل الحديدي بعد أن نظمت الدورة الأولى بمدينة مراكش سنة 2019. في محطة طنجة كانت المشاركة المغربية متميزة بحضور 350 عداء، وكان التألق من توقيع محمد النمسي الذي حلل في المركز الثاني. السباق كان رائع جدا، حاولت نكون ديما في المقدمه ديال السباق من لا ناتاسيون حتى لا كورس ابي. خرجت انا الاول في لا ناتاسيون، في لا كورس ابي، في الفيلو. في الفيلو كان عندي مركز ثالث، وحاولت نجيب شي مركز ولا نجيب المركز الاول في الجرى، مي الحمد لله جيت ثاني. تجاوز عدد المشاركين 2300 عداء وعداء يمثلون 70 دولة، وكانت المنافسة على أشدها بين عدائي إيطاليا، السويد، فنلندا وإسبانيا. وهنا نسجل الحضور المتميز للمتسابق باكو ديل باس. نحن بمدينة طنجة، هذا الحدث واحتفاء جماهيري بجمالية المدينة. هذه المرة الأولى التي أزور فيها مدينة طنجة والمغرب. المدينة جميلة للغاية، استمتعت بالمسابقة وأجواء التنافس والجو الجميل للمدينة. في النسخة الأولى للرجل الحديدي طنجة كسبت الرهان، وهي تتطلع أن يتجدد الموعد في السنة القادمة إن شاء الله. وبتغازوت اختتمت اليوم فعالية الدورة الأولى من معرض تغازوت الدولي لركوب الموج، والذي عرف مشاركة من مختلف دول العالم. المعرض استطاع جلب عدد كبير من ممارسي اللعبة ومن جمهورها. قيمة بالعشي وعبد الغني الطاروي. تغازوت التي تضاهي نظيرتها في جزر الهاواي ومناطق أخرى. تغازوت ملاذ راكبي الأمواج بامتياز، المولعون بمطاردة الموجة المثالية. استقبلت على مدى 4 أيام الدورة الأولى لمعرض تغازوت للسيرف، والذي يعتبر الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي. تغازوت سيرف اكسبو هي معرض اللي تيهتم برياضه ركوب الموج اللي هو السيرف. هذا الرياضه اللي بدات تعرف واحد الاقبال كبير عندنا في البلاد، الحمد لله. كاين الناس من المغرب اللي تيبدعوا تيصاوبوا لي بلونج ديال السيرف، كاين الناس اللي تيصاوبوا الحوايج ديال السيرف، كاين الناس جايين من الخارج. على مساحة بلغت 4000 متر مربع، استقبل معرض تغازوت بين أروقة 30 عارضا، مغاربة وأجانب مرتبطين بصلة مباشرة مع رياضة ركوب الموج. من مصنعي المعدات، علامات الملابس والإكسسوارات، فضلا عن مختلف الجمعيات المهتمة بقطاع الرياضة والسياحة. احنا فرحانين جدا بهذه التظاهرة اللي كتعرف بهذا القطاع، خصوصا في الجهة ديالنا اللي قطاع مهم بالنسبة للجهة، بالنسبة للسياحة وبالنسبة للقطاعات التابعة للسياحة. احنا اليوم جينا للمعرض ديال سيرف اكسبو لي بروميير اديسيون باش نعرضوا الاعمال ديالنا اللي عبارة على حصص ديال السيرف. كنعلموا الوليدات صغار سيرف وكنعاونوهم في الديفلوبمون. في فقرات معرض تغازوت للسيرف، والذي اجتذب انظار عشاق ركوب الموج، برنامج ثقافي غني بحضور عدد كبير من الفنانين داخل الوطن وخارجه، احيوا على مدى 4 أيام حفلات موسيقيه وقت غروب الشمس. بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينة سلا، جرت اليوم المباراة النهائية للبطولة الوطنية للصم والبكم لكرة القدم داخل القاعة، والتي عرفت تتويج فريق الاتحاد الرياضي التطواني. قائمة بالعشي ومحمد نصيري. فريق الاتحاد الرياضي التطواني للصم والبكم هو بطل المغرب لموسم 2022-2023. جاء ذلك بعد فوزه على فريق تضامن المكناسي بفعل ضربات الجزاء 9-8 بعدما انتهى الوقت القانوني بالتعادل 0-0.
16 فريقا ينشطون أطوار البطولة الوطنية بعد إجرائية الإقصائيات التي كانت موزعة عبر أربع جهات. كان التأهل إلى الدور النهائي فريق تضامن المكناسي وفريق الاتحاد الرياضي التطواني الذي تمكن من انتزاعه لقب البطولة. الحمد لله احنا اليوم كما كتشوفوا فوزنا بالبطولة الوطنية 21-22، وهذا الفوز ما جيش عن سهل، واحد مجهود جبار، ونشوف شنو الدليل اننا وصلنا للنهائيه بالبينالتي ضربه جزاء بس ربحنا ولعبنا مع فرق قويه. هذه تتجي في اطار استراتيجيه ديال الجامعه اللي من اجل تشجيع هذه الرياضات. نعرفوا انه على مستوى الوطني كاين 16 نادي وجمعيه منضويه تحت لواء الجامعه واللي تتشارك في هذه البطوله، واللي ان شاء الله احنا مستقبلا غادي يدخل المنتخب الوطني تربص اعدادي للاستحقاقات الدوليه المقبله، وخصوصا اننا عندنا منتخب اللي هو قوي وعندنا عناصر اللي هي في مستوى عالي واللي يمكن ان شاء الله تمثل المغرب احسن تمثيل. النتائج النهائية للبطولة الوطنية للسم والبكم: المرتبة الأولى للاتحاد الرياضي التطواني، المرتبة الثانية للتضامن المكناسي، والمرتبة الثالثة عادت للنادي الرياضي سوس أيت ملول. وبالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بن رباط اختتمت نهائية البطولة الوطنية في رياضة المويتاي لأقل من 23 سنة ذكورا وإناثا. البطولة كانت فرصة لتألق بعض الأبطال واختيار آخرين لتعزيز الفريق الوطني. رضا عماو وعدنان الهراس. البطولة الوطنية للمواي تاي تبلغ نهايتها ببرمجة نزالات حارقة تنافس من خلالها خيرة الشباب الممارسين للعبة من أجل الظفر بالذهب. الطموح ديالي هو نمشي المنتخب الوطني هو أول حاجة، ونمثل المغرب في البطولة العالمية وناس راي ديال البلاد، ومن بعد منا نكون احترفنا إن شاء الله في الرياضة العالمية. الحمد لله اليوم المقابلة دازت نيشان، ما لعبش ما والو، دز فورفي الحمد لله، وكان بنشكر الأستاذ ديالي اللي كيساعدني ودائما معايا. وسط حضور جماهيري مميز تنافس اللاعبون أمام أنظار الناخب الوطني من أجل ضمان مقعد ضمن النخبة الوطنية المرتقب مشاركتها ضمن الدوري الدولي للعبة بتركيا. ستعمل اللجنة التقنية الوطنية على استدعاء المؤهلين والمتوجين من خلال هذه التظاهرة للدخول في معسكر تدريبي. اللجنة التقنية الوطنية ستعمل على اختيار عناصر لتمثيل المغرب ضمن الدوري للمويتاي. 26 لاعبا ولاعبة من مختلف الأوزان تنافسوا وسط أجواء حماسية طبعتها الروح الرياضية والمنافسة، والهدف التتويج بالذهب. السائق المغربي في سباق السيارات مايكل بن يحيى مثل المغرب في دورة ألعاب الاتحاد الدولي لسباق السيارات الذي انطلق في 26 من الشهر الجاري واختتم اليوم ضواحي مدينة مارسيليا بفرنسا. مايكل بن يحيى 22 عاما كان على متن سيارة ماكلارين من طراز جي تي 3720 اس، وهي سيارة تابعة لفريق أوبتيموم موتور سبورت وتحمل ألوان المملكة المغربية. البطولة عرفت مشاركة 72 دولة. مايكل بن يحيى خرج من السباق اليوم إثر اصطدام مع سائق فرنسي. قطر جاهزة لاستضافة نهائية كأس العالم 2022. العد العكسي بدأ للعرس الكروي العالمي الذي تحتضنه قطر كأول دولة عربية تستضيف النهائية. اللجنة المنظمة جهزت بامتياز 8 ملاعب يتميز كل منها بإمكانية فريدة تمزج بين فن المعمار وثقافة القطرية، كما شيدت الملاعب لتكون صديقة للبيئة وتتمتع في نفس الآن بوسائل تكنولوجية خاصة بتبريد الملعب والمدرجات، كما تتميز الملاعب بعناصر قياسية تسمح بإعادة تشكيلها مستقبلا. نهاية الفقرة الرياضية، تفضل رضا. شكرا لك خالد. إلى مراكش حيث فعاليات معرض على مسار الخط الكاليغرافيا بين الفن والنقود بالمغرب.
إطلالة على جمالية الخط العربي وتاريخ نقود المغرب منذ العصور الأولى للإسلام إلى وقتنا الراهن. وإلى هناك يأخذنا روبورتاج سمية بالعياشي، محمد حسن مسكور وحسناء مساوي. إلى سياقات حقب متتالية وانطلاقا من بداية ظهور الإسلام يسافر بك هذا المعرض، دليلك في ذلك العملات النقدية والورقية والمخطوطات والمجوهرات المتناغمة قيمتها الأثرية مع ألوان وهندسة قصر الباهية. الشاهد هو الآخر على حقبة زمنية ماضية. هذا ثالث معرض اللي كيجي في إطار مشروع الاحتفال بالذكرى العشرينية لمتحف بنك المغرب، واللي تيتنظم في مدينة مراكش وبالأخص في قصر الباهية اللي هو مكان تيرمز كتير للمحتوى ديال المعرض، ومحتوى على فن الخط العربي في النقود ولكن أيضا في تاريخ الفن المغربي. وهذا المتحف الذي قمنا به في هذا الموقع الأثري المهم اللي هو قصر الباهية هو محاولة منا لإعطاء أهمية أولا للنقود للفنون وكذلك لفن الخط العربي في هذا الموقع المهم في هذه المدينة ذات البعد وذات القوة الثقافية والتاريخية المتجذرة. يعكس ثراء المجموعات النقدية والمخطوطات التي يتوفر عليها متحف البنك والتي يزيد من قيمتها حمولتها الفنية والإبداعية التي تعبر عن ثقافات محلية ومن خلال ذلك عن الهوية المغربية الأصيلة. قدمنا هذا المعرض واحد الرؤية على التطور الخط العربي على التحف على الإنجازات الفنية وكيفاش كل فنان مغربي مثل هذاك الخط على الإنجازات الفنية ديالو. المعرض بصفة عامة هو تكريم للخط الذي يعتبر من أبرز معالم الفنون العربية الإسلامية، بل هو العمود الفقري والقاسم المشترك بينها، وخاصة منها النقود التي تعتبر وثائق رسمية أصدرتها الدول لتظل شاهدة وموفقة لحضاراتها على مر العصور. تابعنا وإياكم في هذه النشرة. المملكة المغربية انخراط فعلي في صلب العمل العربي المشترك، تاريخ حافل من المبادرات لصالح قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتزام دائم بمبادئ وأهداف جامعة الدول العربية. إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء بالرباط، سلة مرس خيرت مورد بديل يدعم إجراءات الاقتصاد في الماء، مشروع رائد على الصعيدين الوطني والعالمي. الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر على مستوى جهة درعة فلات، مشروع طموح يضمن استدامة الموارد الطبيعية وخلق نشاط فلاحي بديل لمواجهة التغيرات المناخية. العدائون المغاربة يكتسحون المراتب الأولى للماراثون الدولي للدار البيضاء في دورته 13. مسار الماراثون لهذه السنة جمع بين التنافس الرياضي واكتشاف معالم العاصمة الاقتصادية. لكم من طاقم النشرة ومني أطيب المنى.